لهو عليها لا تقدر يا لهو عليها لا تقدر ربنا مديك واحده بنت عليك. ازيك عاملين النهارده؟ رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيتكلم عن الميوزيكلي. الميوزيكلي اللي زاد عن حده بطريقه بشعه. انا كل ما افتح فيسبوك الاقي ميوزيكلي، يوتيوب الاقي ميوزيكلي، انستغرام الاقي ميوزيكلي، لدرجه اني شكيت ان الانستغرام ده النسخه الثانيه للميوزيكلي. يعني انا كواحد بعرف، انا مش عايز اتفرج على فيديوهات الميوزيكلي دي اللي انتوا بتنزلوها، اعمل ايه؟ ورغم كده انا مش عايز حد يجي يقول لي انت بتتكلم على ده ليه ولا بتتكلم على دي ليه. هم اصلا لو كانوا محترمين نفسهم من البدايه ما كانواش عملوا فيديوز زي دي، فانتوا فاهمين. وبعدين هو طالما نزل فيديو زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات، طالما انت نزلت فيديو يبقى من حقي ان انا اتريق عليه، وانا برضو لما نزلت فيديو من حقك انك تتريق عليا. اول فيديو معانا الميوزيكلي ده قوي، اقسم بالله حبيته قوي والله. مش عارف ايه ده، بس إيه؟ انت يا طنط انت مالك؟ انت مين اللي قالك على الميوزيكلي؟ انت من جيل التليفون اللي هو بيلف كده؟ انت مين اللي قالك على الميوزيكلي؟ بس عجبني، اقسم بالله عجبني. تاني ميوزيكلي معانا خدي لما اقول لا لا مش حاج عيك نار يا اريال يا اريال، انت ايه؟ مينفعش الكلام ده يا جماعة. الميوزيكلي اصلا ما كانتش كده، اقسم بالله انتوا اللي بوظتوا الميوزيكلي وبوظتوا البلد. تالت ميوزيكلي معانا هات ال ها جيب ال ها هات ال ها جيب ال ها مش قصدي ال ها اوعى ال ها حلوة قوي. ده كلب مبسوط قوي، انا لمحتها كده يعني الكلب مبسوط. يعني هو عمال هو الكلب مبسوط، يعني انت عايزة ايه؟ ليه تعملي كده في الكلب وبهدلي؟ هو مش ده مش ده روح؟ ينفع تعملي في الروح كده؟ ينفع عادي. طب ما تعملي فيا لو النبي اكتبي فيها ثواب. رابع ميوزيكلي معانا يا لهو عليها لا تقدر يا لهو عليها لا تقدر ارقصي يا راسي يا بنت ما ترقصي. انا في حياتي ما هشوف ارجل منك. يعني انت حاسس بالشباب اللي زيك ان احنا تعبانين؟ اقسم بالله. يعني انت قلت ما ربنا مديك واحده بنت حلوه، ما تقول ما تشيل ما تاخدش النعمه لوحدك. ما خدتش انت النعمه لوحدك، رحت عامل فيديو ميوزيكلي ومنزل للشعب ده، خليت الشعب يفرح. اقسم بالله انت حبيبي يا ريال. خامس وداد اللارة اصلا شكلها خرجة فسحة اسد يالا في ايه؟ وداد اللارة يا حفسحة رقصة شكلها ارقص يا دل. ازاي تخليها تطلع كده؟ انا كنت حاسه الفار كان بيلعب في عيد ميوزيكلي. فين هو؟ ايه الفار؟ ايه ده؟ اشوف الفار بس يا استاذ اسلام عيد. طب اجيب الفار؟ طب معاك جبنه رومي؟ معايا. بس طيب ايه الهطل ده؟ انتوا عيل هطله يا ابني. يا ابني انت عندك خاله هبل ولا عمتك كسمينه شويه؟ وانت يا بنت انت روحي بنت انت ماما عارفه ان انت بتعملي الحاجات دي؟ طلع على ابوك وحرامي قال له يا ابويا ماما فين؟ روح عند امها بص امها بص امها روح قول لها ايه كان لقطها لو انت ما بتسمعها
مش هقول لك غير حاجه واحده على ام ده ميوزيكلي وتفو على ام ده شنب يا معفنه يا ام شنب. يعني انتي لو جالك في دماغك عايزه ابني ميوزيكلي شير ناو ميوزيكلي قلبي يا ابويا والعالم يا ابني انتوا محتاجين ست اب من جديد. نشوف الميوزيكلي الخرا ده يعني ده عدى الخرب مراحل يعني ده بقى حبيبتي بحبه سمني راح يشخ انت شخي مية ولا شخي كخ تفرق معك ايه انت ياب النبي بقى نخلص الفيديو بسرعة عشان ما عرفت مش من الجو من الميوزيكلي. ايه ده يعني كمان مش هبات في حضنك النهاردة نعم حبيبي هو انت فكرنا امك ها هتطلع ولا اطلع انا طب خلاص هطلع طب بص يا سامي يعني قبل ما اطلع هاتي بوسه طيب اصل انت بنت عشان ابوك يسيبك تروح عند حد كده ليه ما تجيش ليه انا بلال تعالي لي على خش اعملي على الانستجرام على الاكونت ده اهو خش اعمل فولو يعني اعمل لي فولو هتشوف هتتابع كل حاجه في كواليس الفيديوهات ان انا هنزل الفيديو الجاي عن ايه يعني مثلا انا نزلت الصوره دي قلت انتوا عايزين الفيديو الجاي يكون عن ايه وانتوا بنسبه 50% قالوا فيديو عن الميوزيكلي و50% قالوا عن كريستيانو فانتوا عايزين فيديو كريستيانو قولوا لي في الكومنتات وانا اعمله عادي بس هعمله بطريقه ثانيه كده نكون خلصنا الفيديو وكل خلصتهم خلاص بقى ما بقاش فيه و باي باي بيبي اند جاتو هيل